سأقتلك يا فروان. عمير، أنا أعزل، أنا مثلك هارب. أنت كاذب وسوف تموت. لقد هربت ليلة الأمس من السجن. سأقتلك. اصبر، اصبر قليلا لأفهمك. سأقتلك. اقبضوا علي، تهربوني. ما وراءك؟ المغول يحاصرون سمرقند حصارا شديدا، انهم حول اسوارها. هذا يعني اننا لن نستطيع الدخول الى سمرقند لشراء تجاره جديده. طوال عمري يا سيدي وانا اتساءل، ماذا يفعل التجار في الحرب؟ وكيف يزداد ثراء بعضهم بعد الحرب؟ وكيف هذا؟ بعد كل حرب يا سيدي تبرز أسماء جديدة لتجار جدد لم نكن قد سمعنا بهم، وتجدهم أثرياء جدا. غريب هذا. ليس غريبا أبدا. هؤلاء يتاجرون بآلات الحرب فيثرون. أنا مثلا أنوي أن أفيد من هذه الحرب وأشتري كل الحديد والصلب وأحوله إلى سيوف وخناجر وخوذ ورؤوس رماح وحراب. يا لها من فكرة رائعة. إذن لماذا سمرقند؟ لنفعل هذا هنا في همدان. همدان هي التي ستحارب المغول. ربما. لا، بل سمرقند المحاصرة هي التي ستحاربهم حتما. لنعد إذن إلى بغداد ونصنع السلاح هناك، لأن أمير المؤمنين حتما سيرسل جيشه لمساندة حامية سمرقند ضد المغول. يبدو أنك قد نسيت الشرط يا كحيل. أي شرط يا سيدي؟ الشرط الذي قبلتك بموجبه كخادم لي. السكوت يا سيدي. لا، ألم أقل لك أني بحاجة إلى خادم لهذه السفرة فقط، ثم سأتركه لكي يعود إلى أهله بعد 7 أيام. هذا ليس شرطا، إنه مأساة حقيقية. قلت عاقبا. حسنا يا شيخ. هل أطعمت الجوادين؟ نعم. وهل هما بحالة تسمح لهما بالسفر الليلة؟ السفر الليلة؟ سنموت حتما. من الذي سيموت؟ أنا والجوادين. إننا بغاية التعب يا سيدي. حسنا، بيع الجوادين وخذ ثمنهما وعد إلى بلدتك، أنا سأرحل الليلة. وتتخلى عن سهم ورمح وكحيل؟ نفذ ما أمرتك به. لا داعي لهذا يا سيدي، سأبيع الجوادين وأشتري بدلا منهما وسنرحل الليل. حسنا. وداعا يا سهم، وداعا يا رمح. ما الذي يحدث؟ لابد وأنه يروي لهم سيرة حياته. حسنا، دس بينهم واستمع إلى القصة، لعلنا نجد بها ما يهمنا. هذا لم يكن ضمن الشروط. زدت هذا الشرط الآن. أي إن
إنه يروي لهم قصة هروب رجل من قائد الجند. من رافع بن سهيل؟ لما أسمع اسم القائد لعله هو. وبعد؟ وإن أمير المؤمنين يطلبه، وقد أغلق أبواب بغداد بحثا عنه، ثم فجأة وجده أحد خدام القصر في كرمانشاه، حاول الإمساك به ولكن دون جدوى، لقد هرب منه أيضا. ما اسم الرجل الهارب؟ عامر. لا لا عمر. لا لا عمار. عمار عمر عامر عمار. فينك؟ أنت الرجل الهارب؟ هارب؟ ألا تراني معك؟ إذن لماذا نسير الآن؟ حسناً، ابقى أنت هنا وسأرحل بمفردي. لا لا لا، سأرحل معك حتى ولو كنت أنت ذاك الهارب. السلام على مولاي. وعليك السلام يا أبا محمد، أين كنت؟ كنت مجتمعا بجحاف. جحاف؟ أين هو؟ إني أريده. سيدخل فورا، إنه بالباب. السلام على مولاي الوالي. وعليك السلام يا جحاف، أين كنت طوال 4 أيام؟ كنت يا مولاي أخدم الأجلاف القساة، قاتلهم الله وأراحنا منهم. ما لديك عن الأسير الذي لديهم؟ القائد؟ إنه ليس قائدا يا جحاف. يا مولاي أنا خادمك وعينك الساهرة. إن الأسير مقدم فرسان اسمه أوس بن فضالة. من أخبرك؟ قائد المغول يوشيخان. ولماذا يخبرك أنت بهذا؟ لم يخبرني يا مولاي، كان يحدث القائد سابو داي، وكنت أنا أتظاهر بتنظيف المكان قرب خيمته. وماذا قال أيضا؟ قال إنه ينوي البدء بتعذيبه ليقر بأنه أوس بن فضالة، وليعترف بسر مهمته التي أدت للقبض عليه، وليتعاون معهم ويذكر لهم عدد وعدة حامية سمرقند. هذا كل ما سمعته يا مولاي. من أخبرهم بحقيقة أوس؟ الله أعلم، أنا لم أكن أعرف عنه شيئا. عرفت منهم. إني لا أشك بإخلاصك يا جحاف، ولكني أخشى عليك منهم. يا مولاي لا أعتقد أنهم سيدرون بحقيقة أمري. أنا أتظاهر أمامهم بالفقر والعجز والخبل، منتظرا منهم كسرة خبز أو دانق زائف. إن لهم عملة يا مولاي يتعاملون بها تسمى البيتزا، يرمون لي الواحدة منها ويترقبون لهفتي عليها ويضحكون مني ومن فقري. قاتلهم الله. وماذا رأيت من حصارهم لنا؟ إنهم يحيطون بسمرقند إحاطة السوار بالمعصم. كم أصبح عددهم؟ 20,000 رجل بين فارس وراجل، معهم خيول وأفراس متوحشة لم أرى مثلها أبدا يا مولاي، لم أرى مثلها. كم عددها؟ إنها تفوق 10,000. إذن نصف محاصرين من الفرسان والنصف الآخر من الرجالة،
يا مولاي بل جميعهم من الفرسان. قائدهم يوشي خان له طريقة معروفة بالقتال، يدفع إلى حلبة القتال بعشرة آلاف فارس ثم يتبعهم بعشرة آلاف أخرى، ينسحب الفوج الأول للراحة ويقاتل الثاني ثم يعود فيدفع بالفوج الأول وهكذا. ومن مع يوشي خان من القادة المساعدين؟ يوشي خان القائد الكبير وهو ابن جنكيز خان، ويليه الفارسان تخشار وسابوتاي، وهذان على خلاف دائم لا أراهما إلا يتشاجران ويتصايحان، إنهما في تنافس دائم. وماذا يعرفون عنا يا جحاف؟ يا مولاي المغول يعرفون مناعة أسوار سمرقند ويدركون تماما أنهم لن يدخلوها إلا بالاستسلام. الاستسلام؟ هذا ما يفكرون به. ليفكروا كما يحلو لهم، فلن يرى يوشي خان هذا اليوم أبدا. ثم يا مولاي هناك أمر مؤسف أود لو أعلم به. ما هو؟ إن للمغول رصدا يتجسسون علينا وينقلون أخبارنا لهم. ماذا تقول؟ إنها الحقيقة. لا أصدق، من يجرؤ على هذا؟ ثم كيف عرفت؟ القائدان تخشار وسابوتاي كانا يتشاجران كالعادة ويذكران هذا. كان سابوتاي يقول لتخشار إن الرجل الذي يأتيك بأخبار سمرقند كاذب، وكان تخشار يدافع عنه. من هو هذا؟ ما اسمه؟ لم يذكر اسمه يا مولاي، ولكن قررت أن أتتبع أمره لأعرف عنه كل شيء. هذا ما أريده منك وبأسرع وقت. غدا أو بعد غد سأحضر لك اسمه يا مولاي. جحاف. نعم. أريدك أن تحمل كتابا مني إلى بخارى. كيف هذا يا مولاي؟ المغول لن يسمح لي بالتوجه إلى بخارى. تدبر الأمر وتسلل ليلا. أمر مولاي. أبا مهند، اكتب كل ما سمعت من جحاف الآن في كتاب وسلمه له ليوصله إلى ابن رياح في بخارى، وهذا بدوره يرسله إلى أمير المؤمنين. أمر مولاي. ألم يعد القائد عمير يا مولاي؟ وكيف سيعود يا جحاف؟ إننا محاصرون، لا أحد يدخل منا ولا أحد يخرج إلينا. أنا أستطيع مساعدته على الدخول، أرشده إلى الدرب الذي أتسلل منه فيدخل معي. لا، أفضل أن يبقى عمير خارج سمرقند على أن يقع أيضا بين أيدي المغول. ولكن لماذا تسأل عن عمير؟ كان يا مولاي كريما معي، يجزل لي العطاء كلما جئته بخبر جديد، ثم هو الذي دربني وعلمني وأدخلني على مولاي أعزه الله. جحاف. نعم. خذ هذا لك. شكرا، شكرا لك يا مولاي، هذا هو العطاء الحقيقي وليس ببيتزات المغول القذرة قاتلهم الله. ألف شكر لك يا مولاي، ألف شكر. هيا يا جحاف. نعم. الحق بكاتبي وكن معه حتى يسلمك الكتاب. حاضر يا مولاي، ألف شكر لك، أطاب الله بعمرك. عليك السلام، أعد لك العشاء. لا. تناولته في القصر؟ لا، أنا لست جائعا. إذن تحمل أنباء جديدة مزعجة؟ شيء من هذا القبيل. أخبرني به يا أبا محمد. أنا عيلٌ
يقصد المهول ويأتينا بأخبارهم. وقد جاء الليلة بأنباء مزعجة ومخيفة للغاية. سيقتحمون أسوارنا. إنهم 20,000 فارس يا ناجية، 20,000. يا له من عدد كبير. لقد كتبت كتابا ضمنته كل ما قاله هذا الرجل، وأرسلته معه إلى بخارى ليرسل من هناك إلى أمير المؤمنين. يجب أن يعرف كل شيء عنهم ليرسل إلينا بالنجدة الكافية لقتالهم. إنه عدد لا يستهان به. صدقت، صدقت. سأدخل للنوم. الرجل الواقف هناك ماذا؟ إنه يسأل عنك. عني أنا؟ أجل، لقد سمعته يقول إنه يريد أدهم بن مهيار. إنه ثروان. من؟ من يا سيدي؟ صديق لي. وكيف عرف أنك هنا؟ إنه يعرف الطريق التي أسلكها. ابقى أنت هنا، سأذهب لأتكلم معه. حاضر. على استعداد للمسير؟ نعم يا سيدي. وأي طريق ستسلك؟ سنقطع هذا الجبل. سنصعد إلى قمته؟ نعم، نصعد إلى قمته ثم ننحدر فنصبح في جرجان. ولماذا لا نسلك الطريق الأسهل والمعتاد؟ لأننا سنوفر الوقت ونقطع مسافة قصيرة جدا. الصعود إلى رأس هذا الجبل صعب علينا وعلى جوادينا. هيا اتبعني صامتا. إذا قطعنا هذا الجبل سنكون في جرجان بعد يومين بإذن الله. أما إذا سلكنا طريق القوافل المعتاد فسنكون فيها بعد 4 أيام. هيا هيا اتبعني. هيا. أعتقد يا أبا مهند بأن الرجل الذي ينقل أخبار المغول إليكم مخلص وأهل للثقة. بالطبع، فهو بخدمتنا منذ مدة طويلة. إني لا أثق به يا أبا مهند. ما الذي جعلك تفكرين به الآن؟ لم يبرح فكري مذ أخبرتني عنه. لدي شعور قوي بأن الكتاب الذي حمله من الوالي لن يصل أبدا إلى أمير المؤمنين. دعك أنت من هذا الأمر. لماذا؟ أهذا الأمر يعنيك وحدك؟ إنه يعنينا جميعا. هذا الرجل لا يخدع الوالي وكاتبه فقط، إنه يخدعنا جميعا، يخدع أمة بأسرها. هذا إذا كان مخادعا. أنت لا تعرفينه يا ناجية لتحكمي عليه. أنا لا أعرفه، ولكني أعرف المهول وأسمع عنه. لن يسمح له بالدخول إلى معسكرهم والخروج منه متى شاء إلا إذا كان منهم. إنه يتظاهر أمامهم
بأنه فقير أبله يكنس لهم المعسكر مقابل الطعام أو دانق واحد أو شيء من هذا القبيل. أو يشفق المغول على رجل فقير أبله؟ لا، إنهم قوم لا يعرفون الشفقة والرحمة. ما دخلوا بلدة إلا وأحرقوا بيوتها مشردين النساء والأطفال والشيوخ دون أدنى شفقة أو رحمة. أبا مهند، سأثبت لك خداع رجلك المخلص. وكيف ستثبتين؟ سأخرج من سمرقند إلى بخارى وأقابل الرجل الذي أرسلتم الكتاب إليه. لن أسمح لك بالخروج. تخاف علي؟ بالطبع أخاف عليك. ألا أجدر بك أن تخاف على سمرقند وأهلها، أن تخاف على جند أمير المؤمنين الذين سيحضرون لنجدتنا؟ إني خائف عليهم جميعا. إذن دعني أخرج. لا، سأتدبر الأمر مع الوالي وأرسل من يستطلع أمر جحاف. يجب أن أخرج أنا لأتأكد. امرأة فقيرة لن يشك بأمرها. لا لا لا، لو كنت أعلم أنك تستطيع الخروج والعودة دون أن تعرف لقلت لك اذهب أنت بنفسك وتأكد. ولكن ولكن ماذا يا ناجية؟ يبدو أنك لا تدركين عاقبة ما تفكرين به. أدرك يا أبا مهند، أدرك كل شيء، وأنا الأصلح للمهمة. ستقتلين؟ لن أقترب منهم ولن أتعرض لهم. سأخرج توا إلى الرجل الذي في بخارى وأسأله إن وصل كتاب الوالي أم لا. افرض أن الرجل مخادع، ألا يجب كشف أمره؟ افرض أنه لم يسلم الكتاب. أنا أجلس هنا جميعا في سمرقند ننتظر المغول ليقتحموا أسوارنا دون أن يدري أمير المؤمنين شيئا عنا. لا، يجب أن أخرج لأتأكد. إنه واجبي وأنا بإذن الله قادرة على أدائه. أتقف يا أبا مهند بيني وبين نصرة ديننا وأمتنا؟ ما اسم الرجل الذي في بخارى؟ لماذا كل هذا العناد يا ناجية؟ أعدك بأن أرسل رجلا بدلا منك. بل أنا لن يطمئن قلبي إلا إذا تأكدت بنفسي. أبا مهند، ما اسم الرجل الذي في بخارى؟ الخليل بن رياح ابن صاحب الخان الكبير. عرفته. سأحملك نفس الكتاب الذي كتبته لأمير المؤمنين وحملته لذلك الرجل. سأضمنه كل ما لدينا من معلومات. فإذا رأيت أن ابن رياح لم يتسلم الكتاب من الرجل، سارعي أنت وسلميه الكتاب الذي معك. يجب أن نتأكد أولا من صدق المعلومات التي قالها الرجل، لعله كاذب. أن أرسل معلومات كاذبة إلى أمير المؤمنين؟ ستندسين في صفوف المغول للحصول على معلومات صحيحة، أليس كذلك؟ لا لا، سيتولى ابن رياح هذا الأمر. ناجية، نحن لم نتعود أن نرسل النساء في مهمات صعبة. إنما الواجب يحتم علينا هذا. لا تخف علي يا أبا مهند، فالمغول لن يتعرض لامرأة فقيرة تبيع اللبن لتعيش. هل ستبيعن اللبن يا أبا مهند؟ في سبيل الله ودينه الحنيف تهون الحياة، فكيف عزة النفس؟ ما أهونها في سبيل وجهه الكريم؟ بارك الله فيك.
بارك الله فيك يا ناجية. إني أعرفك جيدا، امرأة قوية وصلبة، ولكن بهذا المقدار. لا تنشغل علي يا أبا مهند، قد أنام عند صديقة لي تسكن بخارى. أكمل أكمل. ويقول أيضا إن عليهم أن يتداركوا الأمر ويرسلوا الجنود قبل فوات الأوان. هذا كل شيء. يجب أن أقبض على ابن رياح. لا لا أيها الموقع. لا، ستكشف أمري. نحن بحاجة لمزيد من المعلومات عنهم. أيعني هذا أنك ستسلم هذا الكتاب إلى ابن رياح في بخارى؟ وإن تسلمه لن يتغير شيء. يجب أن لا أكشف نفسي لهم أيها الموقر. إذن يجب أن أهجم على بخارى وأحتلها كي لا يجد والي سمرقند منفذا لكتبه ورسائله. حسنا، يجب الاستيلاء على بخارى. اليوم سأهجم عليها. سابوداي سابوداي، أين هذا الأبله سابوداي؟ اللبن. اذهبي من هنا يا امرأة. أي باع اللبن في الخان؟ ابن رياح. من أنت؟ أريدك بحديث هام جدا. وصلك كتاب من الوالي لترسله بدورك يا أمير المؤمنين؟ لا. متأكد؟ بالطبع، لم أتسلم منه أي كتاب. من أنت يا أختي؟ بائعة اللبن المعذرة. ماذا يجب علي أن أفعل؟ كم هو عدد الجنود المغول؟ لا يزيدون عن 5000 فارس. اكتب كل ما تعرفه عنه بكتاب ووجهه الى امير المؤمنين الساعه. اين ابن رياح؟ اين هو؟ اين ابن رياح؟
أريده. أين ابن رياح؟ من هذا الذي يسأل عنك؟ أريده بأمر هام. أين هو؟ سأرى من هذا وأعود إليك. أنا ابن رياح، ماذا تريد؟ أنت؟ نعم. لك معي كتاب. ممن الكتاب؟ جئتك بكتاب من الوالي لترسله إلى أمير المؤمنين. أين هو؟ خذ، يجب أن ينقله فارس ماهر إلى أمير المؤمنين الساعة، فهمت؟ إلى اللقاء يا ابن رياح، تركتك بخير، سأعود قريبا. إلى اللقاء. لقد وصل الكتاب يا أختي. هاتي العرب. ماذا؟ نفذ ما أقوله لك. لا، لن أنفذ حتى أعرف من أنت. لعلك تعملين للمغول. أنا أم مهند، زوجة الليث الحباب. أم مهند زوجة كاتب الوالي؟ سأحرر أمره أكثر وأخبره. حسنا. مغول. مغول. كتاب. كتاب. المغول. جربوا اللفة الأخيرة عليه. هيا أسرع. يا الوقر، القائد العربي لن يتحمل اللفة الأخيرة، سيموت. ليموت. ليموت، ولكننا بحاجة إليه. اصمت، لا أريد أن أسمع شيئا منك. لقد سئمت منكم جميعا. أنتم حمقى، حمقى، وكوشار هو الأحمق الأكبر. قائد عربي هزمكم جميعا بصبره وصمته، وهو أسيركم. اقتلوه ولا تعترفوا بالهزيمة. أيها الموقر، القائد العربي أوس بن فضالة يجب أن يعيش. سلوك حقير يعلم يوشيخان ماذا يجب أن يفعل. اخرج من هنا، اخرج. حسنا، إني ذاهب إلى سمرقند. عد العنا. أمرك أيها الموقر. أيها الموقر، هل لي أن أعرف لماذا أنت غاضب هكذا؟ لقد ظفرت اليوم بنصر عظيم، استوليت على بلدة بخارى دون أي مقاومة تذكر أو قتال ظهر. أخذت بخارى كي يمنع التراسل بين سمرقند وبغداد فقط. حسنا، إذا لماذا أنت غاضب هكذا؟ غاضب من القائد العربي أوس. تفننوا في تعذيبه ولم يتفوه بكلمة، حتى اسمه لم يذكره. غريب الأمر، ما صمد أمام تعذيبنا أحد غيره. حتى لعبة الدولاب المميتة جربت عليه، ولف حبل الدولاب لفاته كلها إلا الأخيرة، أوقفها المعتوه كوشار. اللفة الأخيرة ستميته حتما. لقد أمرته بها.
وذهب لينفذها. ألا نستطيع أيها الموقر أن نصبر عليه قليلا؟ قد نحتاجه. بماذا نحتاج إليه؟ بأسرار سمرقند؟ لقد أتيتنا بها. ما عسانا نفيد من رأس عنيد صلب كرأسه. قد نساوم عليه. نساوم عليه؟ فكرة عظيمة. لا أدري كيف اهتديت إليها، مع أنك لا تستطيع أن ترى أبعد من أنفك. حافظوا على سلامة القائد العربي أوس، لا تقتلوه. أأنقل هذا الأمر منك إلى القائد كشعار؟ نعم نعم، وبسرعة، قبل أن يلف حبل الدولاب لفته الأخيرة. حسنا. قد نساوم عليه، من يدري؟ كوشار الآن بينهم، لعله ما زال عند الخليفة. كوشار يدي اليمنى، مساعدي وداهية جيشي، بالإضافة إلى أنه عمير قائد حرس الوالي في سمرقند. هون عليك يا أبا مهند، هون عليك. أهون ما ليس بالهين يا مولاي. قالت لك إنها ستقضي ليلتها عند قريبة لها في بخارى. ليس هذا ما يخيفني يا مولاي، إنني خائف عليها من المغول الذين استولوا على بخارى. لقد حسبت لكل الأمور إلا هذا لم أحسب له. لعلهم قتلوها أثناء هجومهم على بخارى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ما الذي يؤخرها عن العودة إذن؟ لعلها وجدت ما يشغلها يا أبا مهند، أو إنها تتحين فرصة مناسبة لتعود. أتسمح لي مولاي بالعودة إلى البيت؟ سأمكث في بيتي بانتظار عودتها. اذهب يا أبا مهند بأمان الله. يا للمرأة البطلة، ترى الذي أخرها عن العودة؟ اللبن 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 لبن اللبن لبن. ها؟ امرأة عربية فقيرة تبيع اللبن. اطردوها من هنا بسرعة، لا أريد أن أسمع صوتها. اذهب واطردها من هنا ولتخرج من المعسكر كله. هيا. اللبن اللبن. لن تفهم على سابوداي ولن يفهم عليها، سأطردها أنا. اذهب. اللبن 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 اللبن. تعالي. ماذا جئت تفعلين هنا؟ تتكلم لغتنا؟ ما أروع هذا. قلت ماذا جئت تفعلين هنا؟ أبيع اللبن. تبيعين اللبن للمغول؟ أحمقاء أنت أن تتظاهرين بالحمق. أنت مغولي أم عربي؟ اسمعي، هذه المرة سأتركك
ولكن إن رأيتك هنا مرة ثانية سأقتلك. سأذهب. أنت من بخارة أليس كذلك؟ نعم. كيف عرف؟ رأيتك هناك تبعين اللبن في الخارج. أنا لم أرى. عودي إلى بخارة فورا وإياك والعودة إلى هنا، فهمت؟ فهم. أعطني بيتزا واحدة فقط. خذي وانصرفي. شكرا لك. أطال الله بعمرك أيها المغولي العربي الشهم. مغولي عربي. حمقى. ألم تعودي إلى سمرقند بعد يا أختاه؟ عددهم أكثر من 5000 رجل، إنهم بلا شك 10000، ولديهم أكثر من 5000 فرس. هل جننت؟ لماذا؟ أذهبت إلى معسكرية؟ ذهبت وعدت. ما الغريب بالأمر؟ الغريب أنك عدت. ما من عربي دخل معسكره وبقي حيا، كيف لم يشك بأمرك؟ شك بأمري وطرد. طردني ذلك الرجل الذي جاء إليك وسلمك الكتاب. كان هناك؟ كان في خيمة القائد يوشيخان. إنه يدخلها كما يدخل ديوان الوالي. إني عائدة إلى سمرقند. إن استطعت الدخول دخلت، وإلا فأني سأضطر للمبيت في بخارى. حاول أن ترسل الكتاب إلى أمير المؤمنين، وارسل معه كتابا ثانيا منك بالمعلومات الجديدة. إني أنتظر الفرصة المناسبة والرجل المناسب. حسنا، إلى اللقاء. إلى اللقاء. اللبن. ما هذا؟ اللبن. ألا تعرف الخوف؟ يبدو أنك قد فشلت. جرجان كلها ليس بها جواد واحد جاهز للسفر. غريب هذا. أترى هذا الإسطبل الفارغ؟ جميع إسطبلات جرجان مثله. كل الذين قدموا من بخارى بدلوا خيولهم المتعبة بخيول جديدة واستأنفوا المسير. ليسوا جميعا من بخارى، رأيت بينهم
أناسا من مشهد. أهل بخارى هربوا من المغول، وأهل مشهد هربوا خوفا فقط، ونحن بحاجة إلى جوادين فقط. إذن ليس علينا إلا أن نبقى الليلة هنا ريثما يرتاح جوادانا، ثم نكمل المسيرة عليهما غدا صباحا. خادمك كحيل وتفكر بالنوم في جرجان؟ لقد تدبرت الأمر. حقا؟ بالطبع، لقد دفعت 100 دينار لرجلين كي ينما ليلتين في جرجان، وأعطيتهما جوادين المتعبين، وأخذت منهما جواديهما الجاهزين. أحسنت يا كحيل، أحسنت، إنك رائع رائع. أحسن. من المسؤول في هذا الإسطبل؟ أنت؟ لا، لمن الجوادان اللذان في الباب؟ لي ولسيدي. أريدهما، بكم تبيعهما؟ ليس للبايع؟ إذن سأخذهما بالقوة. لن تأخذهما. ماذا أيها التاجر؟ أتريد أن تقاتل؟ خنجرك في حزامك، هيا خذه، وسيبقى الجوادان للذي يبقى حيا. لن أقاتل، أريد جوادا واحدا سأخذه وسأترك لك الآخر. قلت لك لا، سأترك.